اهلا بكل مشاهدينا ومشاهدين برنامج بدون تردد. طبعا برنامج بدون تردد بقاله معاكم سنين، بس النهارده اول حلقه لينا على قناه الصحه والجمال. نتمنى ان احنا ننال اعجاب جمهور الصحه والجمال ونكون مستمرين معاكم باستمرار. طبعا في البدايه لازم نوجه كلمه شكر لكل زملائنا اللي موجودين معانا في البرنامج خلف الكاميرات، سواء المراسلين، المعدين، طبعا التصوير والمونتاج والاخراج، وكل الناس اللي بيساعدونا ان احنا نطلع البرنامج في صوره جيده. طبعا ما ننساش ابدا رئيس البرنامج الاستاذ محمد عامر على المجهود الكبير اللي بيعمله علشان خاطر يطلع البرنامج بالصوره دي ويطلع التقارير بالصوره دي اللي نتمنى ان هي تنال اعجابكم. برضو احنا لا ننسى ابدا ان احنا نهنئ الزملاء الجداد اللي بينضموا للبرنامج. فمعانا ترحيب بالزميله رانيا محيي، هي زميله جديده معانا في البرنامج. نتمنى يا رانيا ان انت تكوني معانا عضو دائم، وان شاء الله يكون البرنامج محطه خير عليكي. معانا برضو تهنئه من الحاج عبد العزيز الازاز للاستاذ عبد العظيم مصطفى بمناسبه تعيينه مدير اداره الحسينيه التعليميه، الف مبروك. معانا تهنئه تانيه من البرنامج للاستاذ زايد هنداوي لتعيينه مراقب لحقوق الانسان عن منظمه الوحده العربيه الافريقيه بالشرقيه، الف مبروك. طبعا احنا لازم نقول اول التهاني دي ونهني الناس، ونتمنى ان باستمرار تكون احداث سعيده، ودايما نبارك ونهني بالاحداث السعيده والجميله، وعلى طول تكون كل الحاجه اللي نتكلم عليها حاجات خير، وربنا دايما يبعد عننا كلنا الشر. دلوقتي هنبدا معاكم بتقرير، التقرير من قريه الذهبيه محافظه الشرقيه مع الزميله نسمه فاروق. نشوف التقرير ونرجع لكم مره تانية. فرج علي الشهيره بالذهبيه التابعه لمركز الحسينيه، هنعرف ايه هي مشاكل اهل القريه دي وايه هي المعاناه دي، تعالوا معانا نعرفها من اهل القريه. والله يا فندم حضرتك يعني احنا مشاكلنا كتيره خالص، مشاكلنا يعني مش لها وصف، طريق مفيش، ميه نيل مفيش، صرف صحي مفيش، والكهرباء عندنا الكهرباء في الارض الزراعيه، كهرباء غلط على البهائم لما اخذ المواشي في الارض. غلط على البني ادمين، ممكن واحد بيسجي بالليل بتاع الكهرب. عندنا ما فيش صيانه. المايه مش بتجي لنا لا في الصيف ولا في الشتاء. والعربيه بتبيع المايه مش بتجي لنا، نجت مره ما بتجيش الثانيه، وبنشتري الجركن ب 6 جنيه ومش لاقيين ميه نشرب. دقون ارتوازي ميتها مش ترون، يعني اللي بيشرب منها عنده بيجي له فشل كلوي. مش في الا حنفيه واحده ارتوازي واحده كليتنا بنملى عليها، بنقوم يمكن الساعه 3 بالليل ندنا لهناك للساعة 10 بالليل الصبح لما بنملى كليتنا، كل واحدة تيجي على قدو. احنا عندنا 25 حالة مصابين بالحصوة من موضوع المية. أولا المشاكل في القرية دي موجودة كتير، احنا أول قرية في مدخل الحسينية بعد فاووس، قريتنا على الحدود بين فاووس والحسينية، وقرية مهمشة، مهمشة نهائيا، مهملة من جميع المرافق. أولا لا عندنا مدخل القرية، ما ندخل من هنا من ناحية فوس ما عندناش مدخل، من ناحية الحمدين وجهابونة ما عندناش مدخل، معدمين لوجود خليج، الخليج ده قطع الطريق نهائيا وبتحصل ليه حوادث كتير. يعني في توك توك ديك النهار واحدة كان حامل عندنا وبيضها توضع، طلعت بالتوك توك لما جبنا لها توك توك من هنا وطلعت ان التوك توك انقلب بيها، انقلب بيها في المصفى بعدم ان هي مش في طريق إلها. الدنيا اما بتنطر هنا ما فيش أي حد ولا أي توك توك ولا أي حد بيعرف يطلع ولا يمشي على السكة دي، تسوى إيه ما أطفال رايحين المدارس يقعوا يتلطسوا طين ويقعوا في المصفى في وسط الطريق ويرجعوا لنا متلطسين تين ومتبهدلين خالص. دلوقتي انا بروح اقعد بالساعتين في الحمادين لما بجيب عيالي، بقوم من الفجر راح اوديهم واقعد في العشاء، من العشاء لا يمكن ساعتين بعد العشاء عشان اجيبهم، اقول للتوك توك هاتهم، اقول انا ما بخشش العزبه ديت لا فيها ميه ولا فيها نور، انا بخاف اخش العزبه. دلوقتي اقعد عيالي من التعليم. الناس هنا تعبانه جدا جدا، جميع الامراض موجوده هنا، فشل كلوي لان الناس بتشرب هنا لا مؤاخذه من المصارف. وكده الموارد بتاعت البلد ما فيش خالص نهائي نهائي، خلاص اعدمنا اعدمنا وخلصنا، ما خلصنا ما فيش. اما قريه معدومه زي دي ما فيش يا عيني، النار جدت في البيوت ما حدش يخش المطافي، مطافي ما خشش، انحرقنا ولعنا.
رجعنا لكم من التقرير اللي كان معمول من قرية الذهبية في الشرقية. للأسف زي ما انتم شفتوا القرية بتعاني معاناة شديدة جدا، يعني قرية من غير كهرباء، يعني قرية في الكهرباء فيها بتمثل خطورة على الناس، المية ما بتوصل لهمش، الناس بتوصف القرية ان هي قرية معدمة. احنا بنرجو من السادة المسؤولين في محافظة الشرقية، هم بصراحة كثير جدا من الأحيان كانوا بيتعاونوا معنا، ان هم نظرة لهذه القرية، وان شاء الله الحلقة الجاية نقول فعلا ان ده تم بالفعل استجابة. انا دلوقتي معاكم في اول فقرة حوارية. الفقرة الحوارية دي ليها طابع خاص، طبعا مجال التمثيل والفن عارفين ان هو مجال بيستهوي كتير قوي من الشباب، ومشكلة الشباب اللي يحب ان هو يدخل المجال ده ان هو دايما بيلاقي ناس بتستغله. النهارده في حد قرر ان هو يقطع الطريق على استغلال الشباب اللي عايزين يدخلوا مجال التمثيل، قرر ان هو يحارب زي ما هو بيقول الانتاج الزادي. الانتاج الزادي قرر ان هو يحاربه، خدوا بالكم من المصطلح ده، قرر ان هو يحاربه. احنا طبعا هنعرف منه يعني ايه الانتاج الذاتي اللي هو يقصده. ومش بس كده، تكون فريق وبقى الفريق ده مطلوب، يعني بيطلب. طيب هو عمل كده ليه وجات له الفكره ازاي، وهو نفسه يعني دخل المجال ازاي وقدم فيه ايه، ده اللي كل ده هنعرفه في الفقره دي اللي ضفت فيها الاستاذه نور المصري، فنانه المسرح والتلفزيون، وكمان اللي حاربت الانتاج الذاتي عشان ما تخليش حد يستغل الشباب اللي عايزين يدخلوا في المجال. انا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف الاول بقى، انت ليه يعني ايه الانتاج الاول، الانتاج الذاتي اللي حضرتك بتتكلمي عنه، اللي بتقولي ان هو تم استغلال كثير من الشباب من خلاله، من خلال هذا المسمى الانتاج الذاتي؟ انا اتكلمت عنه قبل كده برضو في لقاء، ان اي حد بيعمل شركه انتاج كده ممكن يجيب مكتب ويعمل شركه انتاج ويعمل بوستات كده وينزل دعايه ان في شركه كذا للسينما ومش عارف ايه وافلام، واللي عايز يقدم احنا مستعدين لكل الشباب، واغراءات بقى للشباب. وبعد كده ايه اللي يحصل بقى؟ الشباب بتيجي، طب تعالى احنا هنعمل انتاج مشترك كده ذاتي عشان احنا نطلعكم ونشهركم على القنوات وكده، وبيدفع لاي قناه كده مبلغ بسيط ويطلعوا يوم. يعني الشباب هم اللي يدفعوا معاه علشان يدفعوا انت تدفع 5000، انت تدفع 3000، ومساكين بتدفعوا يعني مش مدركين يعني ان ده كله زي ما سموه تحت السلم. تمام، مش لا. طب وبعد ما بينتجوا في عائد بيجي لهم ولا خلاص هو زي ما حضرتك بتقولي كده يعني ولا حاجه ولا عائد؟ بل هم بيدفعوا فلوس وخلاص، يعني تعرض بس على قائل يوم واحد وعلى اليوتيوب بعد كده. تمام، مفيش عائد خلاص منه؟ لا مفيش عائد. والشباب دول بيتعرفوا بيشتهروا اي حاجه ولا خلاص كده برضه؟ لا خلاص. فانا قررت ان انا حارب الانتاج الذاتي، وكونت فريق كبير جدا مش باخد فلوس منهم، انا بعرضهم على شركات كبيره، شركات انتاج معروفه، وبنعمل افلام كمان. في منتجين بيجوا، اخر فيلم لسه كنا بنعمله امبارح اوديشن وبنسكن ادواره، فيلم كبير هم هياخدوا اجور فيه. يعني وفعلا الموضوع بدا ان هو يجيب اصداء. طب الفريق بتاعك ده جدا يعني بدا فعاليه جامده، والفريق عملنا له اوديشن جامد، في مواهب رهيبه سواء تمثيل غناء شعر كتابه مؤلفين، كله كان مدفون. وكلهم في الفريق بتاع حضرتك؟ كلهم في الفريق. عددهم كام تقريبا كده؟ يعني ما يقرب من 400 شاب وشابه عايزين يشتغلوا في مجالات، واطفال موهوبين جدا. في الوقت اللي فيه ناس بتتكلم ان ما فيش مواهب بتبقى موجوده لا في الكتابه ولا في التمثيل ولا في اي حاجه، والمجال مغلق على عدد معين. موهوبين جدا يعني فوق ما تتخيلي. عندي فنانين، عندي كتير اذكر منهم فنان محمد عصام، شاب موهوب جدا، ومحمد يوسف، اسلام تليمه، اسماعيل المصري، شاب جميل جدا وموهوب، فنانين كتير، ابني الروحي حسين علي، اللي بكني له كل حب واحترام. طب حضرتك ليه قررتي تساعديهم؟ يعني ليه حبيتي تساعدي الناس دي؟ انا اعتبرتهم كلهم ولادي. يعني اعتبرت كل الشباب دول سواء بنات، انا عندي بنات كتير في الفريق، بعتبرهم ولادي وهم بيعتبروني امهم فعلا، وحسسوني بكده بحبهم. يعني اجمل حاجه ان انت تلاقي الفرحه والبسمه وان انت تعملي شيء جميل، ده اغلى عندي من كنوز. طب حضرتك دخلتي مجال التمثيل من امتى؟ يعني
يعني ما يقرب من 5 سنين. طب حضرتك كده مش شايفه انك اتاخرتي في دخوله؟ اه كان في عوائق والاهل وكده ولكني اعشق الفن من وانا طفله مش كلام يعني. وطبعا لما دخلتي التمثيل لقيتي المشكله اللي حضرتك بتتكلمي عنها ده ان في حد بيقول لك انا دفعت كتير على فكره في البدايه كتير جدا ثروه كبيره لان اي حد بيكون عنده موهبه بيكون عايز باي طريقه يطلع الموهبه. ضحيت بكتير ضحيت بكتير يعني بحاجات كتير قوي عشان الفن. فقررت ان انا اخد بايد كل شاب او شابه موهوب مش تمثيل كده بس لا موهوب وبدرب دلوقتي والحمد لله ربنا. رغم ان حضرتك بقالك 5 سنين بس في المجال لكن انت ناس كتير حبوكي في المجال يعني حتى هم بيقولوا ان هم لقبوكي بسيده الدراما وملكه الاحساس لان بيقولوا هم ان حضرتك بتتقمصي الدور اللي بتعمليه. طب خلال ال5 سنين دي يعني حضرتك مقيمه اللي انت عملتيه ازاي؟ يعني طبعا حته ان انت تعملي فريق وتكوني شباب دي حاجه يعني دي لوحدها سيره ذاتيه ان حضرتك تعملي حاجه زيك. انت ساعدتي ناس لكن على مستواك الشخصي ايه اللي عملتيه في ال5 سنين؟ ايه اللي انجزتيه في ال5 سنين؟ انا عملت اعمال كتير دراما وكوميديا وتراجيدي ومسرح. اخر مسرحيه عملتها في المهرجان الدولي العربي لتحدي الاعاقه اتكرمت فيه كانت بطوله اولى ليا. مسرحيه كلنا واحد بتتكلم عن الاعاقه وكده. وانا بشكر مخرج المسرحيه الفنان الجميل إيساف محمد يوسف. احنا دلوقتي معانا مشاهد بتعرض لحضرتك على الشاشه. ده فيلم كفر الغلابه للمخرج مودي سمير والسيناريست احمد مجدي سعد مع كنت محمد الصاوي وعلي حميده وكان مطرب سمسم شهاب وفنانين كتير على فكره مجموعه من النجوم. ودي مسرحيه كلنا واحد. انت بال5 سنين دول حبيتي تعملي اغلب حاجاتك الحاجات هادفه مش حاجات تجاريه يعني؟ طبعا يعني هي بتتكلم عن حاجه عن الاعاقه. انا مش طبعا وقدمت طفله معاقه كانت بطله في 3 ألعاب اولمبيات ورغم كده كانت بتخدم امها مريضه كانسر. فكانت تحدي عزيمه واراده وتحدي للاعاقه يعني كانت نموذج مشرف لتحدي الاعاقه. طب برضو تقييمك دلوقتي يعني حضرتك بتقولي انت كنت بتحبي التمثيل يعني وده دي الحته اللي انا يعني متوقفه عندك كنت بتحبي التمثيل جدا ورغم انك توقفتي كتير ما مثلتيش الا في الفتره الاخيره لكن برضو عشان كنت حباه صممتي انك تدخليه. طب خلال الفتره اللي انت قعدتي فيها على فكره لسه المشاهد معانا خلال الفتره اللي حضرتك دخلتي فيها المجال تقييمك ايه اللي يعني الصعوبات اللي بتواجه اي حد عايز يدخل المجال؟ ازاي الصعوبات دي بتبقى يعني ازاي ممكن حد يتخطاها؟ وايه اهمها؟ يعني غير ان طبعا في حد بيستغل حد ويقول له هات فلوس والكلام ده كله كتير ده اذاني نفسيا ليه؟ يعني انا بتاذى نفسيا ان كل واحد يقول انا منتج وياخد فلوس وينصب من على الشباب باسم الانتاج الذاتي ويعمل فيلم ما يتكلفش حاجه ويحطه على اليوتيوب او كده ويلم فلوس كتير وثروه من وراه. طبعا يعني دي ابرز مشكله شفتيها خلال ال5 سنين ولا في حاجات تانية كانت بتشوفيها ويعني انت حاولتي طبعا انت حاولتي انك تقفي فوق المشكله دي وده على فكره دي حاجه كويسه مبادره كويسه يعني انا بعملهم بالحب اولا الفريق انا ام ليهم بعملهم بالحب. شوفي الام لما بتخاف على اولادها على ابنها او بنتها وعايزاه يوصل لاعلى مكانه عايزاه يوصل لكل اللي بحبه تمام انا برضو كده يعني انا بعتبرهم كلهم ولادي من الصغير للكبير وهم بيعتبروني امهم ونعمه كبيره من عند ربنا. الحب الكبير ده احسن عندي من الثروه طبعا يعني. طب لما حد فيهم بيجي يقول لك طب انا شفت فرصه احسن بره الفريق بتقولي له ايه؟ هو ما حدش قال لي كده ولكن انا لو في يا اهلا انا احب له الخير لقى فرصه بكون سعيده جدا 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 كمان مش كلام ان انا قلت لك ان انا ام وانا احب الابن الخير احب الابن اللي يكون في اعلى مكانه وفي اعلى منصب اكيد طبعا. طب دلوقتي حته الشباب الكتير قوي اللي بقوا عايزين يدخلوا التمثيل
كتير جدا. طب حضرتك يعني شايفه ان هو ان ده الصح، ان اي حد عايز يدخل تمثيل يدخله، ولا حضرتك الشخص اللي عايز يدخل تمثيل المفروض تقولي له كلمه توجهها له تقول له يعرف ازاي هو ينفع يدخل تمثيل ولا لا؟ لا مش اي حد يدخل تمثيل انا عايزه امثل وخلاص كده، لا انا عايزه اتشير، لا طبعا. هو طبعا الهوايه مطلوبه والدراسه برده، وان برده ان هو ياخد ورش تمثيليه، يعرف ادوات الممثل، رياكشناته، ايماءاته، الحركه، يعني ايه تمثيل، مش كلمه وبس بتتقال. طبعا التمثيل التمثيل ده فن واحساس ودراسه. يا سلام، دي اجمل حاجه اقدر ان انا اختم بيها. انا في النهايه بشكر حضرتك جدا الفنانه نور المصري، فنانه المسرح، انا هقول فنانه بقى، فنانه المسرح والتلفزيون، يعني مش ممثله بس، مش مجرد ممثله، ده حضرتك كمان حاولت انك تساعدي غيرك، فطبعا عمل كبير جدا. انا في النهايه بشكرك جدا، وان شاء الله تقدري انك تساعدي عدد اكبر ويطلع على ايدك ناس تتفتح لهم فرص اكتر. شكرا جزيلا لحضرتك في نهايه الفقره. ميرسي جدا ليك، اشكرك. دلوقتي معانا تقرير هو تغطيه لتكريم ابطال التايكوندو من نادي الحسينيه محافظه الشرقيه، واللقاء مع يعني داخل التغطيه في لقاء معانا مع رئيس مدينه الحسينيه قام بالتغطيه الزميل عبد الرازق رحال. نشوف التغطيه ونرجع لكم مره ثانيه.